نأتي بعد صلاة العيد مثلا يجد إنسان صديقه في المسجد، هذا يفعل يسلم عليه، وكيف أنت وكيف أخبارك، كل عام بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يدخل على زوجته فطور جاهز، وين الأكل؟ كيف انقلب وأحسن؟ أنا لا أدري كيف تحول هذا الإنسان. قبل قليل كانت هذه العبارة تخرج من فمه، إذن هو قادر أن يفعل هذه الأشياء. ولهذا دائما أنا أنصح بعض الإخوة يقول يا أخي أريد أقول لزوجتي أحبك، أتمنى لقاءك قربك، يقول ما أستطيع. فأقول له اذهب إلى غرفة لوحدك وأغلق الباب على نفسك، تمام، وانظر إلى مخدة اعتبرها زوجتك هذه الليلة، انظر للجدار، انظر إلى الدولاب، انظر لأي شيء، وقل لها أحبك 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 100 مرة 300 مرة 1,000,000 مرة. المهم بس يتعود الواحد أن هذه الكلمة تخرج. أرجو أنها تنجح هذه العملية، وفعلا الإنسان يتحسن في تعامله معه. أنا أقول المقياس الحقيقي، المقياس الحقيقي، إذا أردت أن تعرف إنسان اسأل عنه زوجته، لا تسأل عنه زملائه، لأن نستطيع أن نمثل على الناس كلهم. ولهذا يقولون الصينيون عندهم كلمة جميلة، يقولون تستطيع أن تضحك على كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تضحك على بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تضحك كل الناس على كل الناس كل الوقت، مستحيل. لهذا نحن في بيوتنا مكشوفون مكشوفون. لما يقول لك في إشاعة مقطعية ويدخلوك في هذا الجهاز، هذا الجهاز هو الزوجة في داخل المنزل، تعرف خبايا زوجها 15 سنة، تعرف دخوله وخروجه وماذا في جيبه وماذا في كذا وماذا في كذا. ولهذا تجد كثير من الأزواج ينامون وهناك رقم سري على جوالاتهم، رقم سري على الجوال. لماذا ليس هناك ثقة متبادلة في داخل المنزل؟ خيركم خيركم لأهل